كده بنجرب السكشن اللي هو اليمين ده. اللي هناك الثانيه. ناخد سكشن سكشن. مليون دي شو بيشتغل؟ معنا كده كده احنا مش هنكمل الدقيقة لأنه احنا ماشي بتاع تمام 20 ثانية مثلا ولا كده. هنختبر اول فازه وبعد التايم بتاعنا هنختبر الفازه الثانيه. كده 15 يا فيس تو فيس فيس تو جراوند الاثنين يعتبر واخدهم الاثنين. ماشي هندسه هننزل على كده. ماشي تمام ناخد الفازه اللي بعديها. مش هتغير. مش اتفضل هندسه. والجهاز ده اسمه ايه؟ الجهاز ده اسمه ايه؟ ده الهايبر؟ لا ده الترانس. ده وظيفته ايه في ال ده الترانس؟ دي اليونت بتاعتك الكنترولر. الكنترولر ده الترانس بتاعتك تمام. دي حسابيه دي نشوف
العوازل ومدى العوازل الموجوده في السيستم بتاعه والكلام ده كله. هو لو في مشكله من الاخر هيفصل عشان جهد جنريتور فمش سالب. نفس الكلام برضه هناخد فازة فازة. تمام. بص على الفازة الأولى. بصينا على الفازة الأولى. سكشن ده؟ اه خلصنا ده كده. هيبدأ في سكشن ايه؟ سكشن ايه يعتبر؟ اه هنا واخد الانكامينج. هنا. هو قيمته هتبقى أقل. تمام. واخد جزء من الكهرباء بس الأسبار بتاع الكهرباء. هنا السلك لو 1 مللي مش محتاجين ده كله بس ده متوفر. لان انا سبقت ان السلك مش موجود في الـ بس سؤال بس هو الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيرفع الجهد من 220 لغايه 50 كيلو. هو لحد 50 كيلو؟ احنا كنا فاهمين ان ده الترانس ده طلع ده ترانس. ما هو ده الترانس. اه ده الترانس وده الكنترول بتاعه. ده الفرياك. الفرياك اللي بياخد ال 220 يتحكم في ال 220 من 0 ل 220. 220 ده يعني 500 يعني 50 كيلو هو يعتبر بالنسبه لي. تمام. يعتبر واخد نص الكابلر. يعتبر الرايزر ده عباره عن نساش انت الثاني لما الثاني واخد نص الكابلر ودلوقتي واخد نص الكابلر. لا والرايزر زياده. الرايزر زياده. ما الرايزر خليه كامله زياده بس خليه يعتبر معلهاش بريكر معلهاش باسبار ماشي. شوف الفازة شوف الجزء ماشي الفازة
خلي بالك عشان في جهد جنبك. تمام. ها؟ ليش الجايزة بس؟ شوف كده فاز. تمام؟ شوف كده البريزنت لامب كده لسه في الفازة الثانية. ها؟ اه الفازة الأخيرة بقى كده. ماشي. جهز الميجر. حاضر. هو ايه اللي حصل؟ عاوز كوسه كم ملي؟ لا اصغر حاجه بس القصه كلها في الفايت 6 فايت 8. اه